سيتواجد في نصف نهائي هذه الفئة فرصة أخرى لكي يتواجد عنصرين إماراتيين في نهائي آخر اليوم. حاول تخضاع يا سلام مثلث الخنق من حمد سعيد الشحي على اللاعب الطاجكي مع محاولة البحث عن الكيمورا أيضا في نفس الوقت. حاول هنا لي الخنق الضغط على الرأس من حمد الشحي. ماجد البلوشي بتكون له مواجهة مع لاعب قرغستان عبد الله رحمنوف. نتمنى وجود لاعبين اماراتيين في هذه الفئه ايضا لنصل الى ثلاث نهائيات اماراتيه خالصه في هذا اليوم. حاول لي الاخضاع مستمره من حمد الشحي. يقلب الوضعيه الان والمثلث اصبح محكما بشكل اكبر. في اعتراض من اللاعب الطاجكي ما اعرف ليش صراحه. انت في وضعية خطر شو تتوقع الحكم يوقف النزال؟ يعني شوف مو فاهم صراحة يعني مثلث طب الحكم يعني يفك القبضة ما مش معقول. هذه أفضلية تذهب لحمد. إلا إذا كان يشتكي من ضربة مخالفة ما أعتقد أنها ضربة مخالفة أعتقد في جرح في جرح ولكن بما ان الحركه حركه استسلام صعب ان تفك الحين يا حكم. لازم لما يخسر الحركه حمد او يخرج منها اللاعب الطاجكي بعدين تقدر تستدعي الطاقم الطبي لان يعني الحاله مش حاله خطره. صفر الآن هي النتيجة لحمد الشحي. أقل من دقيقة تفصل على نهاية هذا النزال اللي سيضمن لنا إماراتي آخر في نهائي آخر اليوم التاسع من بطولة العالم للجوجيتسو. حمد سعيد الشحي وإماراتي آخر مشاهدين الكرام في نهائي في هذه البطولة نهائي وزن تحت 46 كيلوغرام بالتحديد. وقد نشاهد نهائي إماراتي آخر في حال فاز ماجد البلوشي بعد شوي. مبروك إذن لحمد سعيد الشحي.